بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، جعل مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ومن لقي الله جل وعلا بها يوم القيامة كفر الله عنه ذنوبه وخطاياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فذكر الله عز وجل به حياة القلوب وصلاح الأعمال وحياة القلب. فأكثروا من ذكر الله عز وجل في جميع أوقاتكم كما أمركم الله سبحانه وتعالى بذلك. واعلموا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فكلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، لأنها تخلص العبادة لله عز وجل وتبطل عبادة ما سواه. ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهي كلمة التقوى لأنها تقي من قالها من النار، ولأنها تتضمن جميع الطاعات وتبطل جميع الشركيات. فهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لأن قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، هذا معنى النفي في لا إله إلا الله، وقوله ويؤمن بالله هذا معنى الإثبات إلا الله. فهي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا وأفلح في الدنيا والآخرة. وكلمة لا إله إلا الله هي فاتحة دعوة الرسل. قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمره سبحانه أن يعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أول شيء يجب على المسلم، أول ما يجب على المسلم
أن يعلم أنه لا إله إلا الله حتى يبني حياته وعباداته وجميع شؤونه على هذه الكلمة. فأنت حينما تقول لا إله إلا الله فإنك تقر وتعترف ببطلان عبادة كل ما عبد من دون الله عز وجل، وتثبت العبادة لله عز وجل. فيجب عليك أن تعمل بهذه الكلمة، فتتجنب عبادة غير الله عز وجل كائناً من كان، وتخلص العبادة لله حتى تكون صادقاً في قولك لا إله إلا الله. فليست هذه الكلمة مجرد لفظ يقال باللسان، ولكنها كلمة لها معنى ولها مقتضى. فمعناها لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أن تخلص جميع أعمالك لله عز وجل. أما من يقول هذه الكلمة بلسانه ولكنه لا يعتقد معناها فهذا من المنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكنهم لا يعتقدون معناها في قلوبهم، فهم في الدرك الأسفل من النار ولم تنفعهم لا إله إلا الله. وكذلك من يقول هذه الكلمة ويعرف معناها ويعتقده بقلبه ولكنه لا يعمل بمقتضاها، فلا يترك عبادة غير الله، فيقول لا إله إلا الله ولكنه يدعو غير الله ويستغيث بالأموات ويذبح للجن ويذبح للشياطين، يذبح للقبور ويدعو غير الله عز وجل، فهذا لم يحقق معنى لا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاها، فلا تنفعه لا إله إلا الله وإن كان يقولها عدد الأنفاس، كما عليه كثير من القبوريين الذين يقولون لا إله إلا الله ويرددونها ويكثرون منها ولكنهم يدعون غير الله، يدعون الأموات ويدعون الجن والشياطين ويذبحون وينذرون لغير الله عز وجل، فأين هم وأين كلمة لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، بهذا القيد أن يقولها وهو يبتغي بذلك، أي يبتغي بقولها والنطق بها وجه الله عز وجل، لا يقولها رياء ولا يقولها سمعة ولا يقولها تقليدا للناس من غير تقيد بما تدل عليه. فإنه لا يحرم على النار إلا من قالها يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. قيدها بقوله كفر بما يعبد من دون الله، فالذي لا يكفر بعبادة غير الله من الجن والإنس والأموات والأشجار والأحجار فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله وإن كان يقولها عدد الأنفاس. كثير ممن يقولون لا إله إلا الله لا يتقيدون بمعناها ولا يعملون بمدلولها، بل يعملون ما يخالفها وما يناقضها،
فلا تنفعهم لا إله إلا الله ولا تنجيهم من النار يوم القيامة. أما من قالها مخلصاً من قلبه وعمل بمقتضاها فإنه يكون من أهل الجنة وممن حرمهم الله على النار. وقد جاء في الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فهي كلمة عظيمة ترجح بالسماوات والأرض وبجميع المخلوقات، فلو جمعت المخلوقات كلها في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا لها من كلمة عظيمة. وجاء في الحديث أن رجلاً يوم القيامة يؤتى به وتعرض عليه 99 سجلاً مليئة بالسيئات، يعني تعرض عليه أعماله مكتوبة في 99 سجلاً كلها مملوءة بالسيئات، فيقول الله جل وعلا له: يا عبدي هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله جل وعلا: بلى إنك لا تظلم. فيؤتى ببطاقة، يعني ورقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، أي أنه قالها مخلصاً لله عز وجل موقناً بها ومات على ذلك. فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات، كل سجل منها مد البصر وهي 99 سجلاً، فتميل بهن لا إله إلا الله فيدخل الجنة وتكفر عنه سيئاته وتمحى عنه خطاياه بهذه الكلمة العظيمة. فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من هذه الكلمة وتعلموا معناها واعملوا بمقتضاها حتى تكونوا من أهلها. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك يستحب لمن حضر الميت وهو يحتضر أن يلقنه لا إله إلا الله، فيقول: يا فلان قل لا إله إلا الله، ويخفف عليه ذلك حتى لا يثقل عليه، فإذا قالها ونطق بها وفاضت روحه عند ذلك فهو من أهل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، عمه أبو طالب الذي كان يحسن إليه ويحميه من أذى قومه ويدافع عنه، إلا أنه لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من شفقته على عمه وصلته بأرحامه وحرصه على هداية الناس جاء إلى عمه أبي طالب وهو يحتضر، وكان عنده رجلان من المشركين، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الرجلان الكافران: أتترك ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم
قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الرجلان الكافران: أتترك ملة عبد المطلب؟ فقال: والعياذ بالله، آخر كلمة قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله بسبب هذين الجليسين الكافرين. فلو قالها، لو ختم له بها، لنجا من النار. فهذا دليل على فضل هذه الكلمة وعظيم مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من النطق بها وذكر الله تعالى بها صباحا ومساء ودائما، ولكن مع فهم معناها ومع العمل بمقتضاها ومدلولها لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات البينات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. كان غلام من اليهود يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فحضرته الوفاة، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فقال له: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تولوا أخاكم، يعني جهزوه وكفنوه، لأنه صار مسلماً وختم له بالإسلام، فصار له حكم المسلمين. قال لهم: تولوا أخاكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا دليل على فضل هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى. ما بالكم بكلمة تعدل السماوات والأرض ومن فيهن؟ إنها كلمة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 10 رقاب، وكتب له كانت له كعدل 10 رقاب كانت له كعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولا يكون أحدا أفضل منه إلا رجل عمل مثل عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل. اتقوا الله عباد الله، إنها كلمة خفيفة، كلمة يسيرة، كلمة عظيمة، لا تكلفكم شيئاً، فعليكم بالإكثار منها، لكن مع معرفة معناها والعمل بمقتضاها والتقيد بها في جميع أعمالكم وتصرفاتكم، فإن حياة المسلم كلها وكل تصرفاته مبنية على هذه الكلمة لا إله إلا الله. فلا يتخذ إلهاً غير الله سبحانه وتعالى، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يخشى إلا الله،
هذا معنى لا إله إلا الله، وليست كلمة تقال باللسان فقط. فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من هذه الكلمة واعملوا بها لعلكم تكونون من أهلها. ثم اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم عن المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.